كاملين معكم مشاهدي سوبارا تي في بفقراتنا وبفقرة حزيل النهرة. رح يكون معنا اليوم أبونا صمويل الشماني، كاهن رعية كنيسة مارمت الناسك للسريان الأرثوذكس ببغداد. بارخ مر أبونا وأهلا وسهلا فيك معنا اليوم عبر شاشتنا سوبارا تي في. قيامة مجيدة وكل سنة وانتم سالمين. مساء الخير. قام المسيح حقا قام، عيد قيامة مجيد مبارك عليكم، والرب يحفظكم ويقويكم في عملكم ويكون عن يمينكم ويحرسكم ويحميكم، وكل عام وانتم بألف خير. وانتن بألف خير أبونا، تودي ساقي لألك. أبونا، بالبداية اليوم حديثنا وموضوعنا رح يكون عن القيامة، قيامة السيد المسيح، ولكن بالبداية تقدر تحكي لنا أو تخبرنا شلون صار حدث القيامة وشلون تمت القيامة، قيامة السيد المسيح؟ الحقيقة موضوع القيامة موضوع عميق جداً ومعاني روحية ولاهوتية، وهو من أهم العقائد اللي تؤمن وترتكز عليها المسيحية، واللي لولاها لما كانت هناك قيام أموات، وإذا ما كان قام المسيح هيكون باطل إيماننا وكرازتنا وبعد في خطايانا إحنا. لكن قبل ما أرد على السؤال، ليش أو لماذا قيامة المسيح؟ في هذا الكتاب اللي هو قراءة مجددة للعهد الجديد، طبعا هو من أخطر الكتب حاليا اللي موجود في الوقت الحالي، وصاحبه من أصحاب اللاهوت المعاصر اللي يشك أو يطعن في قضايا كثيرة ومن ضمنها عقيدة القيامة. فيقول في صفحة 378، يقول: لن نتعامل مع قيامة السيد المسيح على أنها مجرد عملية عودة إلى الحياة أو إحياء جثة هامدة كما جرى لبعض الذين أحياهم يسوع وماتوا من جديد، كما أننا لن ننساق إلى القول بأن يسوع قد قام من الموت بقوته الشخصية. لا لشيء إلا أن هذه المقولة تحجم حقيقة القيامة. وأنا راح أرد على هالفكر الخاطئ، طبعا هاي تعتبر بدعة وهرطقة، أنا راح أرد عليها بالآتي: لماذا قيامة المسيح؟ أولا، قيامة المسيح أو لابد المسيح أن يقوم لعدة أسباب. أولا، لأن فيه الحياة، مثل يقول يوحنا الإنجيلي في الإصحاح الأول العدد 14: لأن فيه الحياة والحياة كانت نور الناس. فأكيد اللي بينه الحياة ما ممكن يكون ميت. ثانيا، لابد أن يقوم لأن قيامته نبوة لابد أن تتحقق، لأن السيد المسيح في مواضع كثيرة في الكتاب المقدس أكد وقال أن من الإنسان سوف يسلم إلى أيدي الخطاة يصلب وفي اليوم الثالث يقوم. ثالثا، قيامة المسيح كانت مهمة أو لابد أن يقوم لأنه هو أقام غيره من الموت بمجرد إشارة أو كلمة منه، يعني مثل إليعازر ابنة يايروس ابن أرملة نايم. رابعا، قيامة المسيح لها رموز في العهد القديم، من ضمنها يونان النبي، وهي الحادثة استشهد بها السيد المسيح في إنجيل متى إصحاح 12، إذ ما قال: جيل شرير فاسق يطلب آية ولا تعطى له إلا آية يونان النبي، لأنه كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي، هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليالي. لكن للأسف أيضا الآراء المعاصرة اليوم تطعن في هاي الحادثة ويقولون هي خرافة وليس صحيحة، وما ممكن أنه إنسان يبقى في بطن الحوت 72 ساعة بدون أكل وشرب وفي بطن الحوت ويعيش. لكن احنا اكيد عندنا ردود على كل شيء على الشبهات،
نوجه بعض الأسئلة إلى اللي يقولون أنه هي خرافة. إذا كانت هي خرافة، لماذا استشهد بها السيد المسيح؟ تمام. وهل المسيح يعتمد في تعاليمه على خرافات وخزعبلات وثنية؟ طيب هل أنه المسيح يقول شيء آخر ثم يعطي تعليما آخر غير ذلك؟ والكتاب المقدس يقول الله ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. وإذا كان المسيح كذلك، ليش نتبع المسيح ونؤمن بينه وبتعاليمه ونتحدث عنه؟ صحيح. فهذه الأسئلة الموجهة إلى حتى نقدر نفهم أنه هاي حقيقة فعلا ذكرها الرب يسوع. تمام. أيضا سادسا، كان لابد أن يقوم لكي يعزي التلاميذ، لأن تعرفين أنه التلاميذ كانوا في حالة خوف وشك قلق، فالرب يسوع كان لابد أنه يقوم حتى يعزيهم ويشجعهم أو يعالج ضعفهم وشكوكهم وقلة إيمان. النقطة السابعة، كان لابد أن يقوم لأن لاهوته لم يفارق ناسوته لا لحظة ولا طرفة عين، مثل ما تقول القسمة السريانية. النقطة الثامنة، كان لابد أن يقوم لكي يؤسس المسيحية ويمكث مع التلاميذ 40 يوما، مثل ما جاء في سفر الأعمال الإصحاح الأول والعدد الثالث، يقول الذين أراهم نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم، وهو يظهر لهم 40 يوما ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله. وأيضا في هذه الفترة الرب يسوع أعطى سر الكهنوت المقدس إلى تلاميذه، ما يقول إنجيل يوحنا صح 20، فنفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياه غفرت ومن أمسكتموها أمسكت. وأيضا عهد لهم الرسالة الملقاة على عاتقهم بعد ما يصعد الرب يسوع ويحل الروح القدس عليهم في التبشير والتعميد، مثل ما قال بوصيته للتلاميذ اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. ولهذا السبب كانت قيامة المسيح مهمة جدا، وللأسباب الأخرى اللي ذكرتها قبل قليل. تمام. أبونا، كمان إذا بدنا نعرف عن الأدلة القاطعة لقيامة السيد المسيح، ممكن في كتار ما عم يآمنوا أو عم يقولوا أنتن شلون عم تآمنوا بقيامة السيد المسيح؟ نقدر نعرف معك كمان عن الأدلة لقيامة السيد المسيح. طبعا بالتأكيد، أكيد ربنا ما يترك نفسه بلا شاهد في كل وقت وعصر وزمان. من الأدلة الدامغة على قيامة السيد المسيح، أولا أدلة روحية، ولادة السيد المسيح من العذراء، عصمته المطلقة بدون خطيئة، قدرته الفائقة يعني في صنع المعجزات، كونه الحياة وهو رئيس الحياة، هو الحياة ومنح الحياة لغيره، إحياءه لموت الجسد وموت الروح. ثانيا أدلة عقلية، أولا قلت أدلة روحية تمام. ذكرتها، ثانيا أدلة عقلية، شجاعة التلاميذ وسرورهم، إصرارهم على الشهادة بقيامة السيد المسيح. يعني إذا نيجي نقرأ الكتاب المقدس نشوف حالة التلاميذ قبل الصلب والقيامة كيف كانت، وبعد الصلب والقيامة كيف صارت وأصبحت، وكيف تغير التلاميذ من حال إلى حال. رب منحهم قوة، قال لهم ستلبسون قوة من العالي ما تحل عليكم الروح القدس. وضعهم قيامة السيد المسيح أساس للإيمان المسيحي، كمال المسيح وتقوى تلاميذه ونزاهتهم، عندنا انتشار المسيحية انتشرت، وأيضا عندنا شهادة مار بولس الرسول اللي شهد وكتب في رسائله عن هاي الأمور الكثيرة المهمة. أدنى ثالثا الأدلة الأثرية. الأدلة الأثرية عندنا كثير، أدنى المعموديات الأثرية، أدنى نسخ الكتاب المقدس الأثرية، أدنى الصور والنقوش القديمة اللي كانت موجودة قبل، العلامات اللي مكتوبة ومن ضمن السمكي اللي كانوا يتبادلون بيها التحية. طبعا للأسف لضيق الوقت ما نقدر نذكر كلتها،
لكن أحب هون أستغل الوقت وأذكر الأدلة في اختصار شديد تمام. مع التعليق والرد على بعض النقاط المهمة. أيضا من الأدلة الأثرية على قيامة السيد المسيح هي القبر الفارغ. الحقيقة موضوع القبر الفارغ شكل معضلة للكثيرين. في القرن التاسع عشر ظهرت بألمانيا وفي فرنسا ملحدين اللي قالوا أنه القبر ما حقيقة، واللي قال أنه النساء أخطأن في القبر، واللي قال أنه يوسف أخذ جسد المسيح صباح الأحد قبل ما تجي مريم المجدلية، وكثير كثير كثير من الشبهات اللي صارت على القبر. لكن أيضا في نفس هذا الكتاب اللي موجود عندي اللي ذكرته قبل شوية منه شبهة، أكو شبهة أخرى في صفحة 414 يقول: وبعبارة أخرى يمكننا أن نقول بأن الإيمان المسيحي لا يطلب منا أن نصدق ما ترويه هذه القصص بشأن القبر الفارغ، ولا حتى بشأن الترائيات، بقدر ما يدعونا إلى أن نؤمن بقيامة السيد المسيح. أنا هوني عندي بعض الردود على هالفكر الخاطئ أو الشبهة هاي. الردود هو الآتي: إنه قبر جديد، وهذا الشيء هام. طبعا لو كان القبر قديم ودفن به كثيرون، شنو راح يعرفنا ونعرف أن الذي قام هو الرب وليس أحد آخر؟ لأن الكتاب المقدس يقول القبر كان جديدا، محته يوسف الرامي في صخر، ولم يدفن فيه أحد غير السيد المسيح. الدراسات العلمية أيضا والتاريخية تؤكد أن القبر السيد المسيح متواجد في أورشليم، ومنذ مئات السنين كان مزارا للمسيحيين يلتمسون منه البركة المسيح القائم الظافر. أيضا عندنا أقوال الإنجيلين متى ومرقس ولوقا ويوحنا يذكرون الأحداث اللي صارت. متى يقول: إذا زلزلة عظيمة صارت، إن الملاك نزل دحرج الحجر، ولوقا قال ملاكين، ولا قال ملاك، ولا قال خارج القبر ملاك، ولا داخل القبر. فإذا الإنجيلين الأربعة يسجلون هاي الأحداث. أيضا عندنا كلام الحراس من أقوى الأدلة على قيامة السيد المسيح. بعد أن طلب رؤساء الكهنة ذلك من بيلاطس، وقالوا: تذكرنا أنه ذلك المظل قال أنه بعد 3 أيام أنا راح أقوم، فأمر أن يضبطوا الحراس القبر وقولوا وذيعوا إشاعة أنه نحن كنا نيام وجو التلاميذ وسرقوا الجسد. أيضا عندنا الكفن المقدس، أيضا عندنا أقوال ما بولس الرسول اللي حكى على هالأمور كلها في رسائله وأكد. وأيضا القبر دلالة على قيامة المسيح، لو لم يكن المسيح قد قام لما وجد القبر فارغ. لهذا اليوم حقيقة القبر يشكل معضلة إلى كثيرين. عندنا رابعا أيضا أدلة تاريخية: وجود قيامة السيد المسيح منذ القرون الأولى، تخصيص يوم الأحد للعبادة بدلا من يوم السبت، وأيضا عيد القيامة اللي كان يحتفل بينه منذ القرون الأولى للمسيحية وإلى يومنا هذا. فهاي الأدلة الدامغة على قيامة السيد المسيح. تمام أبونا، كمان إذا بدنا نعرف إيش هن البراهين لقيامة السيد المسيح. البراهين كثيرة. يسوع في قيامته وظهوره أعلن أمور كثيرة. تمام. أول برهان من براهين القيامة هي الظهورات الإلهية. السيد المسيح ظهر إلى ناس كثيرين، يعني ظهر لمريم المجدلية، ظهر لتلميذي عمواس، للتلاميذ في علية أورشليم بدون توما، بعدين ظهر لسمعان بطرس وليعقوب وللتلاميذ وتوما معهم، وظهر على جبل جليل ولسبعة من التلاميذ ولأكثر من 500 أخ، وللتلاميذ على جبل الزيتون. طبعا هاي كل الأدلة وإثباتات تأكد أنه الرب يسوع قام. هاي أولا. ثانيا عندنا لمس حسي
سمح لهم بأن يلمسوه حتى تمام. يتأكدوا حقيقة قيامتي. شوفي الرب يسوع يأكد، يقول لهم جسوني وانظروا فإن الروح ليس له ولا عظم كما ترى، أي في لوقا 24. في يوحنا 20 27 يقول هات إصبعك إلى هنا وابصر يدي، وهات يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. بلاحظي الرب يسوع يقول جسوني، وثالثا أكل قدامه. يعني ربما واحد يسأل يقول طيب هل أنه جسد القيامة يحتاج إلى أكل وشرب؟ هل أنه فعلا الرب يسوع كان محتاج إلى ياكل بعد القيامة؟ إحنا كلنا نعرف أنه جسد القيامة هو جسد روحاني، لا يتعب لا يمرض، ما بينه أي عاهة أو علة. طيب ليش السيد المسيح قام بهاي التصرفات؟ أو ليش أكل الرب يسوع؟ آباء الكنيسة يفسرون ويعلقون على هذه الأمور، يقولون هذه استثناءات استثناها السيد المسيح لكي يؤكد حقيقة قيامته بالجسد وإنه فعلا ظهر لكثيرين. والدليل على ذلك شوف في رب يسوع ما قام احتفظ بالجروحات في اليدين والجنب والقدم حتى يريد يأكد لهم ويقول لهم أنه اللي كان على الصليب هو نفسه اللي قام بجسد نوراني طاهر ممجد مقدس ما بينه أي عيب. لكن صاحب هذا الكتاب أيضا يقول اللي ظهر إلى التلاميذ عندما شافونه التلاميذ ما شافونه من قبيل الرؤية الحسية. شوفي معي تمام ليش المسيح قام بهالتصرف؟ حتى يأكد ويقول للتلاميذ ويقول لكل العالم ولكل اللي يشكون في موضوع القيامة، يقول لهم أنا جسدي حقيقي. والدليل على ذلك إيش؟ قال لتوما، قال له هات إصبعك وادخله في جنبي ولا تكن غير مؤمنين بل مؤمنين. طيب هل من المعقول أنه السيد المسيح يترك التلاميذ في شكوكهم وقلقهم وخوفهم؟ الرب يسوع كان يريد يزيل الشكوك والأمور كلها عنهم حتى يتأكدون، صحيح. ورب يسوع يزيد الشكوك عنهم وحتى يبقون في قلق أكثر. هل من المعقول أنهم راحوا بشروا بالقيامة مثل ما قال لهم الرب يسوع؟ راحوا قالوا للتلاميذ، والتلاميذ بشروا بالإنجيل وقالوا نحن شفنا الرب بس ما لمسناه، رؤية من قبل الإيمان وغيرها من الأمور. ولا يمكن هذا الأمر. والقديس يوحنا يقول في رسالته الأولى الذي كان من البدء الذي رأيناه الذي شاهدناه الذي لمسناه. طيب شنو الذي كان من البدء؟ يوحنا يقول الذي كان من البدء يعني منذ الأزل وجسد وجاء، الذي كان من البدء الذي رأيناه شفنانه وين؟ على الجبل، وشفنانه في البحيرة، ورأيناه على جبل التجلي وفي الصعود وفي العلية على بحيرة طبري لسبعة من التلاميذ الذي رأيناه ولمسناه. طيب وين لمستوا يا يوحنا؟ يقول أنا كنت شاهد عيان، كنت مع التلاميذ قد ما كنا وتوما ما كان معنا، وبعدين قد ما توما كان معنا وتأكد وتيقن انه فعلا انه الرب قام وظهر لكثيرين. وفي بدايه انتشار المسيحيه كان هناك شرط اساسي مهم جدا، انه اللي راح يبشر ويكرز بالقيامه انه يكون شاهد عيان حقيقي لحدث القيامه. بعد ما شافتوما حقيقه هذا الامر والرب ازال عنه الشكوك والمخاوف والأوهام، قال له ما قال له هات إصبعك، قال له توما ربي
وإلهي. وكلمة ربي هون تعني الله. تمام أبونا، قبل شوي سيد المسيح تفضل. عنده التصرف، نعم، ولهذا الرب يسوع قام بهذا العمل أو التصرف بعد القيامة، مع العلم أنه جسد القيامة ما يحتاج إلى أكل شرب، لكن يثبت لهم حقيقة قيامته، وحتى التلاميذ يتقبلون فكرة قيامة الجسد النوراني المقدس. ورب يسوع بدأ يتدرج شيئا فشيئا في إعلان هذه الحقيقة، حتى يقدرون التلاميذ يتقبلون هاي الفكرة. ورب يسوع في السابق في حادثة التجلي عندما تغيرت هيئته أمام التلاميذ قال لهم لا تخبروا أحدا بما رأيتم إلا أن يقوم ابن الإنسان. يعني كأنه رب يسوع يريد يقول لهم هذا التغيير اللي شفتونه اليوم بالتجلي معاكم، حادثة على جبل التجلي، هذا التغيير اللي شفتونه وظهر مجدي الأزلي الحقيقي راح تشوفونه بعد القيامة، فحتى تتذكرون أنه أعلنت وقلت، حتى تفهمون ليش أو لماذا أنا تصرفت وقمت بهذا العمل. تمام أبونا، كمان قبل شوي وأثناء حديثك قلت أنه خلاهن الرب يسوع أنه يلمسه، مثل ما نعرف أنه توما كمان شك، ولكن الرب يسوع المسيح خلاه أنه يلمسه، وبينما مريم المجدلية ما خلاها وأيضا كانت هي شاكة. ليش صار هذا الشيء، أو تقدر توضح لنا ليش؟ هذا السؤال انطرح كثير كثير، انطرح وكثير من الناس يسألون هذا السؤال. تمام، مع العلم أنه توما شك لكن سمح له يلمسه. صحيح، مجدلية شكت لكن ما سمح له. تمام، أشنو السبب ليش؟ الحقيقة أكو ناس راح فكرة إلى بعيد كثير، قالوا على سبب أن هي مرأة بحسب تركيب البيولوجي وغير أمور. لا نهائيا، ما حد من آباء الكنيسة اتطرق إلى هذا الأمر، ولا أحد قال أنه فعلا أنه هذا الأمر وارد. لا، الرد على هذا السؤال هو الآتي. قبل شوية قلت أنه كان شرط أساسي أنه اللي يروح يعاين ويبشر بالقيامة أنه كان شاف المسيح. فالرب يسوع حقق لتوما هذا الأمر، وتوما آمن وتأكد وأيقن، ما رجع شد بعدين. لكن بالنسبة إلى مريم المجدلية، مريم المجدلية في الزيارة الثانية اللي يذكرها معلمنا القديس متى الإنجيلي، يقول مريم المجدلية والأخرى، أول زيارة كانت 3 نسوة، ثاني زيارة كانت 2 نسوة، يقول فدخلنا إلى القبر، وعندما طلعنا من القبر وخرجنا لكي حتى يروحون يخبرون التلاميذ، ظهر لهم يسوع فتقدمتا وامسكتا بقدميه. يعني مريم المجدلية لزمته تمام وشافته وتأكدت وآمنت، فقال لها يسوع اذهبي وقولي لإخوتي أن يسبقوني إلى الجليل وهناك يرونني. فراحت، لكن عندما راحت أخبرت التلاميذ بسبب الخوف والشك والقلق بدأت الشكوك تدخل إلى وين؟ إلى داخل قلب مريم. عندما ذهبت الزيارة الأخيرة 5 اللي يذكرها معلمنا القديس يوحنا الإنجيلي في الإصحاح 20 نشوف أنه 3 مرات أنكرت أنه الرب يسوع قام. أولا ظنته البستاني، بعدين قالت له أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعوه، بعدين قالت له إن كنت قد أخذت سيدي قل لي أين وضعته. فآباء الكنيسة عندهم تفسيرين لهالأمر. التفسير الأول يقول مارسي وريوس الأنطاكي، الرب يسوع يريد يقول لمريم المجدلية، يقول لها يا مريم أنت شفت وعاينتي مسكتي قدمي وقلت لك روحي قولي لتلاميذي، ليش رجعتي شكيتي؟ إذا أنت بعدتي بهذا الفكر أنه أنا ما قمت بهذا الفكر وهذه الأمور اللي موجودة بداخلك وقلة الإيمان والشكوك ابتعدي عني لا تلمسي. تمام، هذا التفسير الأول. التفسير الآخر، آباء الكنيسة فسروا هذا الأمر تفسير رائع وجميل جدا، يقول رب يسوع كان يحمل معنى في كلامه إلى مريم المجدلية لا تلمسي، اللي هو
أنت تريدين جسدي، اذهبي عند الرسل تجدينه. في الإفخارستية يعني الجسد والدم اللي أعطاه رب يسوع يوم خميس الفصح. أنت أمسكتيني في المرة الأولى للبركة، لكن لا تمسكيني في الإفخارستية، لأن الكهنوت ليس للمرأة. جسدي الذي سيصعد للسماء سيكون حاضرا على المذبح في الإفخارستية، فلست أنت التي تمسكي به ولا تلمسيه، لكن الرسل هم الذين سوف يعطوك إياه. فاذهب إلى الرسل وقولي لهم إني سأصعد، وبصعودي كرئيس كهنة أعظم سأعطيهم السلطان أن يقيموا الإفخارستية بعد يوم الخمسين، وستجدي هذا عندهم. كأنك يقول اللي يريد يقول لأنه اللي يلمسني اللي راح يقدمني هو من عمل الكهنوت، رجال الكهنوت هم اللي راح يقومون بهالأمر. فأنت إذا تغيدين تغيديني فعلا وتلمسيني وتعيشين معاي في حياة أبدية، روحي عند الرسل وراح أشوفين في جسدي ودمي تحت شكلي الخبز والخمر عند الرسل اليوم راح يقدمونه ويطعونه لكل الناس بحسب أنا ما قلت لهم وعلمتهم ووضحت الأمور في يوم خميس الفصح. تمام أبونا، كمان قبل ما نختم حديثنا وبالنهاية، تقدر تقول لنا إيش هن بركات القيامة بحياتنا؟ بركات القيامة في حياتنا هي أولا أنه لا يوجد شيء مستحيل عند الله. غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. ثانيا الشوق إلى الحياة الأبدية. ثالثا هي تجلي الطبيعة البشرية، لأنه الرب يسوع في القيامة نقل البشرية من الظلمة إلى الحياة. قيامته كانت عربون وضمان لقيامتنا نحن، ولكلتنا راح نقوم على غرار جسد اللي قام بينه الرب يسوع. فنشكر ربنا دائما في كل وقت وعصر وزمان على هاي النعم والبركات والعطايا اللي ينطيها ربنا إلى أبناء كنيسته، واللي يخلينا نحتفل بهاي الأعياد والمناسبات العظيمة اللي بيها ذكر أمجاد وآلام الفادي وقيامته وانتصاره على الموت والخطية والشيطان. له كل المجد دائم إلى الأبد. آمين. آمين أبونا. أبونا بختام حديثنا وبكلمة أخيرة، إيش تحب تقول لكل حدا عم يشوفنا ويسمعنا عبر شاشتنا سوبورا تي في؟ الرب يقويك ويحفظكم. شكرا لقناة سوبورو ولكل القائمين والعاملين فيها. الرب يحفظكم ويقويكم ويعوضكم تعب محبتكم، وإن شاء الله دائما تكونون في عملكم الدؤوب المستمر اللي هو نشر وإعلان كلمة الرب إلى كل أبناء الكنيسة في كل بقاع الأرض. وأيضا أطلب من الرب الإله أن يحفظ كنيسته المقدسة ويثبت دعائمها في الإيمان، ويحفظ رئيس أحبارها وأحبارها بكافة درجاتهم وخدامهم وكل العاملين فيها. ورب يحفظكم ويقويكم ويعوضكم تعب محبتكم بثمر 30 و60 و100. وكل عيد قيامة أنتم بألف خير، والمسيح قام حقا قام. تودي ساقي أبونا، وكل سنة وانتم سالمين. كمان مرة تانية ينعاد عليكم بالخير والفرح يا رب. وأكيد كمان شكرا لوجودك معنا اليوم ومشاركتك معنا بهذا الموضوع. تودي ساقي أبونا. تودي الخون، والله معكم ويحفظكم. اذكرونا بصلاتكم ورب يحفظكم. الله معك. الله معك أبونا.